سبحان الله الخواطر جوابر والدنيا حلوة ما شاء الله عليها يشوفوها. المهم الخاطر اليوم تقول قادري سبحان الله مرت علي سالفة حديقة منطقة العدالية فتذكرت ان الوالد كان كذي مرة يقول هذيل الشباب ها صوية ويشتكوله ذكر ابونا ادم الدسوق يقول ودقدقة وما ينام ما ننام به وما يخلونا فقال لهم دقوا قادري سبحان الله فقال مسوي يا ابني ابو دف وسوي لا اله الا الله محمد رسول الله العقيق اجتمعنا يا سود عيوني فانتوا يعني الشباب طاقه واعمارهم هذيلا يعني يحبون بعض يتقاربون فانتوا سووا مجالس اذا حبيتوا ان انتوا تكسرون هذه الامور اللي هي يعني ما تليق بشريعتنا الاسلاميه فحيوا مجالس ذكر الله والصلاه على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم طقوا قادري وهاي ترى في فرق كانت اول كويتيه الدوب والماس وغيرهم فان شاء الله يا رب ان نلقى واحد يتبنى هالفكره وفي فرق بعد من واجد يعني كثيره من دول سلطنه عمان وغيرها فان شاء الله احنا نحيي مجالس الذكر وقادري ورفاعي صوفي وابو يعقوبي.